يوم من الأيام إني بدخل في السوشيال ميديا أو بصير مشهورة، أو إني بدخل أو إني بكون مشاعل أو إني بنعرف عند ناس كثيرة. ما تخيلت يوم من الأيام إني بتكلم وبقول زي كذا. بس الوقت كثير خلى كل حاجة كنت كاتمتها داخلي طلعت للناس. يمكن الشيء اللي أنا كنت أتكلم وأقوله خلى كثير آباء وأمهات يركزون أو يلتفتون قبل لا يصير معاهم شيء. ممكن مشاعر القحطاني كانت شخص مؤثر، أثر في أمهات وأباء كثير، خلى أنه ما يعاملون عيالهم بتفرقة، أو أنهم يميزون العيال عن البنات، ومو بس كذا يميزون حتى البنات ويخلون شخص هامش أو مهمش أو أنه كأنه شخص ما يحبه أو شيء. أتوقع أني أثرت في الكبير وفي الصغير. أحس روحي من داخل قطة، ما مقتنعة بالشهرة. الله يرزق الحمل. اليوم أشكركم على أنكم وثقتوا وصدقتوا كل شيء، وأتوقع أنكم شايفين كل شيء بعينكم. كثير ممكن يخالف كلامي اللي أنا كنت أقوله، كثير ممكن قاعد يكذب لي من الناس، مو بالناس اللي تحبني أقصد. يعني ما أدري أنا صراحة ليش الكلام يجي ويروح يتناقل. يبان الشخص الغيور والحاقد والحاسد، هي حسة مو متقبلة، مو متقبلة بالعكس. ندري مسافة مو متقبلة بالعكس، عادي. أعلمكم شيء، أمس لما كنت أدخل في المشغل ولا أروح مكان الحال، بس الحين الناس عارفتني وعارفة مشاعل، يجون يسلمون علي يسولفون معي، ما أكون لحالي ولا شيء. هنا ألقى ناس تسولف معي بنتي مدري شو كذا، وهنا ألقى ناس وهنا ألقى ناس وهنا أشوف ناس وهنا ناس تسلم علي. ما أحس بالخوف اللي كنت أحسه، كنت دائما أحس بشعور أني أنا وحيدة لحالي. صح الله معي، بس أستل أحس أنه لحالي. أنا أنظر هنا أحس الدنيا كبيرة وأنا صغيرة مرة. فعلا لقيت ناس معي، الجنة من غير ناس ما تنداس. كيف علاقاتك بصديقاتك؟ حلوة ما أدري. صغيرة ولما قدامك لا يتيأسي، عادي اجتمعي وكوني قوية وخلي ثقتك بالله قوية. يا ربي يحفظك. آمين. وياك مشاعر لازم تمثلي هالسنة مسلسلة في رمضان. تضطرنا زين علي. مرة تنتحبوها مرة تذمت، متى مدحتوا متى ذمتوا؟
شكلك طيبة بس الدنيا غربلتك غربلتك الله يعينك. أوه هي بالله ما تخافين لوحدك ليتني براش يا ربي أحبك إن شاء الله أنا أحبك وأرجوك الحب تمطير حلو ليش تعبانة إيش فيك أختك تقولي إنتي ما تشتغلين تعال أنت أختي قبلك كيف ما أشتغل عشان ما داوم أحس هي بس عندها حياة إحنا لا كيف يعني لبعينك لبعين مش على حبك أمر فيت جوك خاطر مش خاطر يعني إيش تحسين فيه ما أحس بشيء كلامك من الروح للروح ملبعينك جعلني فداك ما رح يحس فيك إلا اللي مر الظروف صحيح شاعر بنت فيكم بتعيدين في البيت عليه الصلاة والسلام شافي قبول الله يسعده قسم بالله حسيت بوجهك قد قبل تقولين واضح الشخصية ربي معطيك قبول مشاهد شكرا يا عمري عيون مشاعر دعواتك ان الله يحقق لي ما اتمنى يا رب لا قبلكم تبيتون مع مشاعر في البيت ومن بيت البيت مشاعر تحية لك من الكويت عايشة حياتك تصرفاتك في البثوث مو نفس شخصيتك كذا جيزي تسولفين ما فهمت من أي ناحية تصرفاتي في البثوث كيف أمورك المصاريف والتأثير الله يعين بس والله صراحة بكرة إن شاء الله يجون يركبون المطبخ كيفك يا تيتشر مشاهد الناس ما هي دائما لك ما يدوم لك إلا أهلك والعياد راح تعرفين وش يكسب والله لا حد دايم لا أهلي ولا الناس ما دايم إلا الله أنت اللي بتعرفين وش أقصد مو أنا الحين هذا بيجي الساعة 9 قولي لنا مواقف أكشن صارت لك سولفي لنا شكرا على الدعم اللي أعطانا شايدة تحبين أرمز شايدة تقولي البنات السعودية تقولي كل البنات الدائمة اللي بس تطلعين العمال كذا ما تخافين منهم لا ما خاف منهم ربي يا رب تجيبين فوق 80 يمشى حسابي فين راح موجود حسابي والله بس مسكر ومبند للحين مكتوب انت ممنوع من البث عيا يفتحون البث لي انت اي مدينة الرياض ما شاء الله كيف عايشة انت
عندك بنات خالة، ما عندي أحد، أنا مقطوع من الشجرة خلاص. أنا قطعت نفسي من الشجرة هذه، ما فيها ورميتها. الله لما يفكر فيني لا تفكر فيني. بطانية مو بطانية حاف، شكرا على الفراشات. وش تأثير العلاج؟ أي علاج؟ ما أكلت علاج، بس أكلت مضاد اكتئاب مع الدكتور. دخلت تروش تراكم، كيف عرفتم؟ صح عليكم صح.
بالزبادة تلوها دنقر 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 السلام عليكم.
روبك. Thanks. شوي لين أصلي. Thank you so much. ما تروش تبين كيف تروش شرفته. قلت لنفسي ذكرى موتي هنا كلها قبل هني كل قاعد يصير أبا. يا أبا عادي. لبعينك يا ميو ميو عادي مش اوفر عادي يعني انا خذيت الشهر بس ترى ما انفصلت عندكم يا ابو اوفر انت وياه ترى بنصنك على وجهك وين الأوفر؟ كنتم مخلين الموضوع بالأوفر طيب اللي يقولون تحطين أحط ما أحب مثبت حالي أحب بديل الزيت بس ترى شريت قبل شوي هذه مع الزيت جايتني بستخدمها كفو ثانك يو للدعم شمبو دخل بعيني ترى قبل شوي شريته سبايس سبايس هرجيك تخلوا عشان الشعر جبتوني عدل دخلت 6000 عشان الشعر جرباني ما تتروشون هذا التازين اللي يقولكم تستخدمونه مع تقدرون تضيفون عليه جلسرين زيت مع بيبي اويل بس انا الحين بحطه هو جلسرين ما ادري وين بيبي اويل نجيب مضاد العرق كل ما رطبته كثير كل ما أنتقى صعب أحسن جعلني برج
اي حد يجيب طاري اي حد كتمون، غيري كتمون، ما بي ما ندخل احد خلاص. اديك الزيت قبل أروح أصلي. هلا هلا والله، thank you على الدعم. أصبر وجهي طالع ولا لا؟ لا 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 مو طالع. كويس كويس لأني خلاص مسحت الميك اب. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ شو مسوية؟ والله الحمد لله حياك الله. شوفي أنا والله ما قد دخلت فلوس كثيرة لك، بس دائما أشوفك متصدر ما شاء الله عليك. صدق صدق هنيك. شكرا يا عمري. بس والله ما عندي سالفة. لبى قلبك والله. الله يسعدك. آمين وياك. بس؟ أي والله بس هذا اللي بقوله. أنت تفتحين باب؟ إيه دايم. أفع عليك أخذ التبون بعد. ما شاء الله أنا ماني مجتهدة على التبات وكذا. نجرب ندخل تحديات إن شاء الله. أنا شوف شوف الكومنت في بيجو. بيجو ما أحب جربته. شوف الكومنتات يقولون ميار مستحية كل زق. سوري سوري معلش ماني مستحية. بصلي أنا وهنا عند السجادة ما يحتاج تحلف علي. يلا تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. يلا تعملين على شيء. سلامتك يا قلبي. شكرا. يلا باي باي. يوه بس يلا بما أني طلعتها بالغلط بأسمع لها. يلا قبل أصلي إذا هي موجودة. شكرا موجودة. يلا نقوم نصلي. أول شيء قبل ما نصلي بقولك you
قال شنو الطول استحمى يا باشا مو بس استحمى بعد في ناس تلبس ما تنظر ما تتروش بس نظيفة كفو لبى قلبك شكرا تعبت الدرج طلعت ورقت ونزلت في متعبة بركات بجامة جديدة قميص مو بجامة يا قلبي تبارك الله أكبر والله أذكاري صمت العشر عندي قضاء عندي قضاء والعلاج مرة ما أقدر أطول عن الأكل أدوخ يعجبني ذوقك ميشو شكرا يا قلبي كلكم من
اليوم قرأت سورة البقرة. حلو ما شاء الله. أحس ما تنام أبد. أوف. يمسك يا جنة شكرا. شلون ما أنام أبد؟ شو شبابي شلون ناشفة؟ جبت لي موية. مو قاعدة أشرب ماء.